بالنسبة لتعلم اللغات بالمجمل، الناس زمان كان عندها خوف من تعلم اللغات أو صعوبة تعلم اللغات لعدم القدرة على ممارستها. الآن عندنا في بوابة الجامعة الأردنية بنقدم أو بنقدر نعلم 10 لغات على الأقل، لغات عالمية موجودة على مستوى العالم. اللغات لها أهمية كبيرة حاليا، سواء في التعلم، في التواصل، في التوظيف. الآن الشخص اللي ما بكون على مقدرة على الأقل يحكي على سبيل المثال اللغة الإنجليزية ما بيقدر يلاقي وظيفة في مجمل الوظائف أو في أغلب الوظائف. ذلك اللغات أصبحت شيء مهم جدا للتعلم وللتوظيف وللتواصل مع أغلب الناس. بالمركز عندنا هنا في صار في عندنا سهولة لتعلم اللغات، يعني في وسائل كبيرة لتعلم اللغات حتى نقدر إحنا نوصل المعلومة للطالب بشكل صحيح. يعني نقدر من خلال الكتب طبعا أغلبيتها معتمدة، كتب عالمية من مراكزها الأساسية. في عنا وسائل، في عنا مراكز محادثة أو أندية محادثة، في عنا ناس متخصصين باللغات، عنا ناس أصحاب لغة نيتف لهاي اللغات. ذلك أصبحت الآن سهولة تعلم لغات، ما في خوف أو ما في داعي للطالب أنه يخاف من تعلم لغات. اللغات أصبحت سهلة وبسيطة جدا للتعلم. أول إشي إحنا مركز بوابة الجامعة الأردنية للغات، بنقدم لغات وبنقدم دورات إدارية. بالمركز عندنا 12 لغة وبنقدم برضو 10 دورات إدارية. تمام. طبعاً الإشي اللي بيخلي مركزنا يتميز عن باقي المراكز، أول إشي إحنا عندنا خدمة التأجيل أو التجميد. الطالب بإمكانه يأجل دورته من شهر لسنة في حال بدأ فيها أو في حال هو لسه أصلاً ما بدأ بالدورة. تاني إشي إحنا الطالب بإمكانه يعيد المستوى في حال الرسوب فيه على حساب الأكاديمية مجاناً بدون أي مقابل، وهذا الإشي بثبت إنه إحنا بيهمنا إنه الطالب يستفيد عنا. وتالت إشي كمان في عنا كتير مرونة بالمواعيد، الطالب بإمكانه يختار الموعد اللي بيناسبه. موعد الفتح المركز إحنا عنا من الساعة 8 الصبح وبيسكر على الساعة 12 بالليل، فالمواعيد بتناسب الموظفين وبتناسب طلبة المدارس أو طلبة الجامعات. حاليا احنا في اكاديمية بوابة الجامعة الاردنية عاملين خصومات من 70% إلى 90% بمناسبة المنحة العالمية للغات اللي بتتضمن انه الطالب يتعلم 10 دبلومات لغات بقيمة 100 دينار فقط، واللي احنا بنعتبره الخصم الكبير للطالب.